مرحباً بك في هذه الدورة التعليمية حول مورموت، الأداة التي يستخدمها مكتب أو سيبيعي التابع لمنظمة أطباء بلا حدود. مرحباً، اسمي إيمي، واليوم سنتعلم كيفية استخدام مورموت. لكن قبل أن نبدأ، لدي سؤال: ما هي مورموت؟ وفيما تستخدم؟ هذا سؤال جيد جداً إيمي. تتكون أداة مورموت من ورقة عمل إكسل واحدة تحتوي على الأصول المستخدمة في البعثة، يتم إدخالها في أعمل إن تم ملؤها بالشكل المناسب. تمكننا مورموت من تتبع مكان وجود المواد خلال عمرها الإنتاجي، إدارة تفويضات وعمليات الإصلاح والخسائر، تسهيل إعداد طلبات الاستبدال، تحديدنا العمر الإنتاجي والخصائص وغير ذلك، وتسهيل إعداد الميزانيات والتقارير المالية. فلنواصل. لحظة لو سمحت، لدي سؤال آخر. عفواً إيمي، أخبريني، هل علي تسجيل جميع أصول البعثة في مورموت؟ سؤال جيد إيمي. في مورموت عليك فقط تسجيل المعدات الحاضرة في البعثة والتي تفي على الأقل بشرطين من الشروط الثلاثة التالية: يتجاوز سعرها 200 دولار، عمرها الإنتاجي أكبر من سنة واحد، وتحمل رقماً تسلسلياً. رائع، شكراً جزيلاً. فلنواصل مشاهدة كيفية استخدام مورموت. جميل، فلنرى بعض النقاط الهامة بالتفصيل. عند تسلم أصل جديد في البعثة، يجب إدخاله في مورموت وملء جميع المعلومات في الأعمل، كما يجب إنشاء البطاقة التعريفي وتحديد الأصل والنقع على الجرين رايت واحد أي بي كارد. إنشاء بطاقة تعريفي: تذكر، في حال وجوب إرسال الأصل إلى مشروع معين، قم بتحديث موقعه في مورموت وإرساله إلى المشروع مرفقاً بجميع الوثائق المطلوبة. لدي سؤال، هل نحن بحاجة إلى أداة مورموت في كل مشروع؟ شكراً على السؤال الوجيه إيمي. على مورموت أن تكون متاحة في المكتب الرئيسي. لا يجب على البعثة الميدانية تسلم قائمة المخزون بأكمله، فهي تحتاج فقط إلى الحصول على الملف الذي تم إنشاؤه عبر مورموت والذي يحتوي على المعلومات الخاصة بالمشروع. سيساعد الملف المستخرج على التسجيل لمتابعة تنقل المواد وتخصيصها في إطار المشروع. إن اكتشف أخصائي الإمداد خطأ ما، عليه الاتصال بنقطة الاتصال في جهة الوصل التابعة للمكتب الرئيسي بهدف تصحيح المعلومات. جميل، طريقة استخدام مورموت تبدو لي الآن واضحة. نحن جاهزون لوضعها حيز التنفيذ.